سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد غادي نبارطاجي معكم هذا النبات، هذا اللي خفيف وسهل، تقدروا ديروه في الجلابه ديالكم ولا قفطان هكا ديال الدار. هذا النبات هذا كيجي في يعني في الجنب ديال السفيفه ولا الجنب ديال دوك الجنب ديال العقيدات، يعني يكونوا غير الطريسنات والعقد وديروا في الجرم ديالو. ما تنبات هاد النبات اختاريته لكم ليكون هو سهل وما يهش السلعه بزاف. هذا هو الهدف ديالي، انه ما يهش العقيق بزاف باش ما تجيش باش ما يجيكمش غالي، عوض انكم تزينوا بالحجر بزاف غادي ما غاديش يهز الحجر، حيت الحجر كيكون غالي كما كتشوفوا. انا درت هاد السفيفه هذه غير حطيتها باش يبان لكم الشكل، حاولت ندير شي حاجه اللي خفيفه وتجي في نفس الوقت زوينه وما تهز وغير مكلفه. غادي نوريكم كيفاش درت، ساهل راه كيف ما واضح لكم في الصوره، سهل سهل جدا. غادي ناخذ هاد الحجيرات هادو، هاد السبورات هادو البنات. انا كندير هاد اللصقه هادي البنات، الا عندكم ديروها، الا ما عندكمش نبتو ديريكت، هادي كتسهل عليا البنات. وراني خديت غير هاد الصغيره، راه دات ليا الا كنتو كتفرجوا في الفيديوهات ديالي شحال من خدمت بها بزاف الحاجات. غير هي انكم تستعملوا هذيك ساعه تسدوا واحد دغيا كتشكرم. اني كندير واحد شويه كيساعدني كتبقى الحجره ثابته وكتجيني ساهله ملي غادي ندير نثبتهم بالبره والخيط، كتجيني ساهله. وخصوصا الا كانت شي موديل فيه الحجرات بزاف، بحال هاد الموديلات اللي ولاو خارجين دابا ديال الراندا وفيهم الحجر الوسط، يعني هذه غادي تعاونكم بزاف، يعني تثبتوا الشكل ديالكم على حساب الورده اللي بغيتوا ديرو. ومن بعد ملي غادي يبان لكم الشكل اللي غادي ديرو تلصقوا هكا باللصقه، ومن بعد تثبتوه بالبروخيط، يعني ما تحتاجوا لا مرمل لا حتى شي حاجه. كيف ما كتشوفوا درت وحده مقابله مع وحده على هذا الشكل هذا. وغادي ندير الزمرد، غادي ندير هاد ثلاثه بحال هكا غنثبتهم بالبروخيط يعني ما بيناتهم. وحاولت نفتح هذاك هاد الالوان، درت هذوك الجوهر في البيض، يعني ساهل جدا. دابا غادي نحتاج جبره، بره ديال التنبات رقم 12، اللي كيسولوني البنات البراش من الرقم 12 ديال التنبات هي اللي كيدخل فيها هذاك الزمرد الرقيق وصافي هادشي. وغنحتاج الخيط البنات، غنحتاج الخيط، انا كنستعمل في اللون ديال الثوب. هانتوما كما كتشوفوا انا ديجا متبته هادو ما كيبانش الخيط، يعني غنستعمل الكري. خذوا هاد النصيحه بالعين الاعتبار، ما تاخذوش الخيط يعني في اللون ديال العقيق، خذوا الخيط في اللون ديال الثوب اللي غادي تخدموا. المهم انا دابا غنثبتهم بالبره والخيط. كيكونوا واحد العوينات هنايا ملي غندخل فيهم، حاولوا من الاحسن انكم تضبلوا الخيط. انا حيت هنا غير هذا غير شونتيو كنوريكم، يعني بلا ما نضوبل الخيط، يعني الا كنتو كتخدموا البياسه ديالكم ضوبلوا الخيط من الاحسن. انتما ساهل يعني هنا كيوحل لي الخيط بحال هكا، نبقى غادا بحال هكا، يعني نحاول انني نثبت هذوك الحجرات مزيان. انا غادي نثبتهم ونرجع لكم باش ما يجيكمش الفيديو ممل وطويل، نرجع لكم باش نوريكم كيفاش خدمت لهادو. هنا البنات غادي نجي الوسط، غادي ندخل جوج عقيقات بحال هكا. نتوما راه ساهل ساهل، ما ياخذش لكم الوقت، يعني الا بغيتو تزينوا جلابتكم ولا القفطان ديالكم ما ياخذش لكم الوقت، ساهل جدا دغيا تكملوها. انتوما غادي نجي الوسط ديال ما بين هاد جوج الحجرات، ندخل جوج عقيقات هذا الشكل هذا ولا اسهل للبنات، سهل. وغنجي وسط من هذوك الجوج بحال هكا وندخل عقيقه، يعني غنجي بحال شكل مثلث بحال هكا، سهله سهله جدا. وغنجي قدام وشويه، يعني ماشي ما يكونش لاصق معاه، غادي ندير واحد الزمرده وحده واحد جوهره البيض صغيره. على هذا الشكل هذا سهل،
كيف ما كتشوفوا سهل جدا. نتمنى هذا الشكل هذا يعجبكم البنات. المهم انا غادي نكمل بنفس الطريقه يعني بلا ما نحاول انا نعاود لكم التكرار، يعني سهل، انا عطيتكم غير فكره، مجرد فكره. غنبقى غدا بنفس الطريقه، هادو غنثبتهم بالبروخيط مزيان، غندير نفس الطريقه هنايا حتى نكملوا، يعني يكون نص طوق ولا تكون هابطه لتحت، من احسن تجي غير نص طوق بتجي حلوه وزوينه. وتقدروا ديروا هذا الشكل هذا، ديروه في الكمام الا كنتو بغيتوا ديروا شي حاجه يعني تزيدوا، الا كنتو ما بغيتوش تقدروا ديروا غير القدام في نص الطوق، في النص ديال الطوق. المهم نتمنى ان الشكل يعجبكم، وما تنساوش انكم تكتبوا لي الاراء ديالكم كيفاش جاكم، ولا بغيتوا شي حاجه شي سؤال وشي حاجه نقولوا لكم. المهم ان شاء الله نصور لكم فيديوهات اخرى هكا، اشكال اللي يكونوا بساط وغير مكلفين، يعني يجيو في الجنب ديال السفيفه. قولوها ليا في لي كومونتير. المهم بقاو معايا حتى تشوفوا الشكل النهائي كيفاش جا. المهم البنات من بعد ما ساليت، هذا هو الشكل ديال التنبات اللي هو سهل وبسيط. نتمنى انه يعجبكم، الى عجبكم قولوا لي نزيدكم يعني شي شكل اخر يكون هو بسيط وما يهش لكم يعني بزاف ديال السلعه باش يجيكم رخيص. نتمنى هاد الشكل هذا يعجبكم كيف ما كتشوفوا، ونتمنى يكون واضح لكم حيت كنصور بالليل.